وزير الخارجية المصري سامح شكري يعلن اليوم من الكويت أن الحكومة المصرية قدمت مساعدات للعراق، يعني مصر دشت اللعبة. أعطوني التقرير. في مناسبات عديدة أكدت مصر أنها على تم استعداد لتوفير كل دعم لحكومة العراق للاطلاع بمسؤوليتها في مقاومة التهديدات الإرهابية، وبالفعل هناك من المساعدات التي تم موافاة الحكومة العراقية بها بناء على طلبها والتي بتسهم في هذا العمل. فهناك رغبة مشتركة بحكم انتمائنا إلى التحالف لمقاومة الإرهاب ومقاومة داعش بأن يتم تدعيم وتفعيل كل الأدوات المتاحة لمقاومة هذه الظاهرة. أعزائي المشاهدين، خلصنا من الأخبار.